تاخذ اليوم واحد الجزء وقلت لي تصريف أمل تحدد المهام ديالها وتعقب رئيس ممكن أنكم تعقب رئيس ولديه الصلاحية أنه يشكل واحد لجينة في أقصد أفراد الهداء مش يتفع لي يقول لي أنه مع النشاط أو مناش أننا نعمل له لقاء آخر ويكون عندنا الحال دابا لي كيبان هو ما كاين والو ما عندناش الضوابط لهذا غادي تنظن أن ماشي منخرطين بوحدو ماشي باش غادا نخرجو وجمهور فيسبوك كامل كيتحمل المسؤولية منخرطين ولذلك علاش بقينا هاد المده هادي لان عارفين ان الفرقه غلطه ناضي الجامع العام ما نزلش واحد الدوسي ديالو اللي ترشح فيه بار اتحاد طنجه لازلنا كنسميو بنادم كنطلعو في لايفات كنفرجو الورود هاد اللعيبه الله اجا كبير ديال تبر اتحاد طنجه اجا قايل خصو يشبر اتحاد طنجه فهاد الضافيه خصو يكون عارف الخنز اللي واقع فيها بهاد اللغه اللي كنقولها لكم ماشي انا غنمشي عند الرغبه ونقول له اعتبرني باش نتبر اتحاد ولا باش نمشي للمشروع ديالو الاخر نعرف الكره ديال ابو زيد نجي انا كنتي ماشي باش يكون يبليزير اللي خصو يدخل في المباراة تاع حتى جاب الضربية هادي خصو يكون عارف على شي هادشي ماشي قوات بيا جيا قوات بيا جيا قوات بيا جيا حنا نديبو بينا منخرطين في يوم ديبو قال عامل الرئيس قال لك مشي حاك السواد دابا منخرطين هنايا يطوعوا شي خمس اخوان نصوتوا عليهم يديو هاد الخدمة اللي كتقولوا نتوما عند الاهداف ديالها جد محدده حيت المده ديالها في الزمن اصلا محدده كاين هو التحضير ديال التكميله ديال الجامع العام حيت هذا الجامع هذا ما توفقناش باش نلقاو شي رئيس حتى واحد ما تقدم بالترشيح ديالو ولهذا كانت واحد اللجنه تحضيريه باش نكملوا الجامع العام في نهار اخر نتمنوا يكون كاين شي مرشح قوي اللي ينقد اتحاد طنجه من هذه الوضعيه الكارثيه اللي كتعيشها وفي نفس الوقت نهيئوا نخليوا ما نتركوا شي فراغ ونهيئوا المقابله القادمه اللي عندنا يوم السبت واللي نتمنوا تكون هي البدايه ديال الانطلاقه الحقيقيه ديال اتحاد طنجه ان شاء الله. بالنسبه للجنه المؤقته هو القانون سيد نفسه بالنسبه للجنه اللي كتسير كتتلو على المسامع ديال المنخرطين ما هو مضمن بالمقتضيات ديال الماده 21 23 من النظام الاساسي ديال الجمعيه لا اقل ولا اكثر كاين اللي غادي ديك النظام الاساسي غادي يعجبو كاين اللي ما غادي يعجبوش ولكن كما جعل لسان رئيس الجامعه ديال القوانين والانظمه ديال الجامعه السي بلالي ولا السي بلقشور رئيس العصبه الاحترافيه على انه حنا ملزمين تقيدوا بهذا النقاط اللي هي نحن ما نخرجوا من الجامع العام الا ناكدوا هذا المعطى وفي حاله ما عملناش هذه اللجنه غادي يكون فشل ديال المنخرطين الجامع العام تدبير مرحله. كيف كتشوفوا الوضع ديال اتحاد طنجه كارثي كلشي صورته الفريق بحاجه لحلول جذريه الحلول الترقيعيه مللنا منها فارق بحجم مدينة طنجة وفارق بحجم اتحاد طنجة وفي مدينة مثل طنجة يعجز عن إيجاد رئيس هذه وصمة عار في جابين هذه المدينة وجابين كاع الناس اللي مسؤولين في هذه المدينة لا منتخبين لا سلطات بالنسبة للمنخرطين حاولنا ما أمكن نؤديو الدور ديالنا أننا نفرضوا واحد الجامع العام قبل فترة انتقالات جينا عملنا النصاب ولو أنه كان صعب بحكم الغياب ديال مجموعه الاشخاص ولكن حاولنا نوفر الثلثين اللي جينا كنشوفوا حلول ترقيعيه هادشي لا يرضى احد جربنا هذا الحال بزاف ديال المرات ولكن حاليا خصنا حل جذري كان تبارك الله ما كانش
الامور غادي تستمر هكذا كيف ما كتشوفوا، يعني ما شي حاجه فوق هذا الشيء، هذا فوق طاقتك لا تولى. كل واحد خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، لا من ناحيه السلطات ولا منتخبون، واللي كيبغي اتحاد طنجة هي الساعه ديالو، شي حاجه اخرى ما نقدروش نزيد. شكرا اخو. كمخالطين حنا في هذه الساعه ما مقدينش بالمسؤوليه. السياد اللي في القاعه 120 مخالط كذب عليك كذب، يقول لك ان شي واحد قاد بالمسؤوليه. الا باش حنا نمشيو نعملوا لجنه راه صافي حكمت على الفريق بالغارق. شنو قال لكم المسؤوليه للجامعه باش انتم؟ المسؤوليه الجامعه كيبغيو يفرضوا عليك تعمل لجنه، وديك اللجنه عندها الحق في 6 شهور، وعندك في خماس الرئيس تقدر تنسحب بيا ويطلع رئيس يعود. حنا ماشي في صالح ديالنا، حنا خصنا دابا يتشكل مكتب من اعلى سلطه، لان حنا كمخالطين ما يقدروش يتحملوا مسؤوليه، والا مشينا وتحملنا مسؤوليه عملنا لجنه راه نبقاو مكتوفين الايدي، ما تقدر تعمل حتى شي حاجه. وحنا الوقت كيداهمنا، راه باقي لك واحد 15 يوم غادي تسالى الميركاتو، الا تسالى الميركاتو وما عملت حتى شي حاجه راك صافي الفرقه. هذا هو هذا حلقتهم، هذا هو هذا التيجي بين القسم الثاني. يعني في هذه الساعه اللي كنطالبوا به حنا كمخالطين في الجامعه ما يتشكل والو، سيب كره السلطه، لانه هما الوحيدين اللي مسؤولين على الفرقه. حنا ما جبرناش الحال، صافي هما يشوفوا الحل من عندهم، هما يشوفوا الحل من عندهم. ما لا خرجت شي حاجه من عندنا، حنا راه ما مقدينش الفرقه، لا الفرقه عليها كريديات بزاف، الفرقه راه خصها فلوس كبيره. حتى واحد هنا ما مقد بهذه المسؤوليه، اذا ما نتحملوش المسؤوليه. الفرقه عندها كاين سلطه في البلاد، كاين مسؤولين، كاين منتخبين، كاين رجال اعمال يتحملوا المسؤوليه ديال الفريق. راه كره القدم دابا في هذه الساعه هذه راه خصها الفلوس. رجعت قاطره ديال الشعوب، ما بقاتش غير الترفيه وشي حاجه، راه القريه الرياضيه راه تقريبا ملايير الفلوس اللي خاطرين عليها. وغتجيو تسلموا التسيير ديال الفريق اللي كيمثل ساكنه كبيره وفريق اللي كبير، غتسلموا لواحد 120 مخالط اللي ما قدنيش المسؤوليه، انا ما نتحملش المسؤوليه ديالها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.